أن حكمت هذه الأرض امرأة. هنا كانت بلقيس ملكة، وهنا كانت أروى ملكة. وفي اليمن تعيش سليلات أروى وبلقيس، ومنهن الدكتورة غادة الهبوب التي تجرأ أحدهم يوما فتعرض لها بالتهديد والقذف والضرب، فكانت حملة كلنا الدكتورة غادة الهبوب. أنا تعينت كمديرة البرنامج التحصين في بداية العام 2011، وبدأت معها يعني المسؤوليات وتحمل المسؤولية واتخذ القرار في حسب موقعي الوظيفي. فبدأت المشكلة من وقت ما تعينت مديرة برنامج التحصين، كون هناك كان مشرف للتحصين على مستوى محافظة الجوف كان يطالب بصرف ثلاجات لمواقع التحصين في الجوف. وطبعا كسياسة وزارة الصحة في بداية كل عام يتم اعتماد عدد من الثلاجات لمستوى الجمهورية على مستوى كل المحافظات، وكل محافظة تأخذ حصتها من الثلاجات ويتم توزيعها بشكل حسب عدد السكان المستهدفين من الأطفال، العدد المواقع إلى آخره. فجاء المدعو أحمد أبو هدرة طالب مني ثلاجات، اللي هو مشرف التحصين اللي هو مشرف التحصين هذا في 2011. فكان طبعا المعتمد لمحافظة الجوف قد تم صرفه مسبقا. فقلت له يا أخي الثلاجات التي تم اعتمادها لمحافظة الجوف سلمت للجوف، فلا أستطيع أن أصرف أي عدد إضافي إلا بتوجيهات استثنائية من وزير الصحة من المسؤولين المعنيين. فطلبت منه توجيهات صريحة بالصرف حتى أخلي مسؤوليتي من أي مطالبة مساءلة فيما بعد. نعم. هل يعني قبل أن نكمل، هل سألتي أين ذهبت يعني الثلاجات التي سلمت للمحافظة؟ أنا لم أدخل معه في مناقشات في المرة يعني ما قبل تحملي مسؤوليته وتعييني كمديرة برنامج، فقط دخلت معه في هذا الموضوع. فطبعا جبت توجيهات للصرف حسب المعتمد وبحسب النظام. قلت له مع احترامي حسب المعتمد وحسب النظام أنت ما فيش حاجة عندي. من هنا بدأت المشكلة. أنت تقفين عثرة في طريقنا، أنت تتعنتين لنا بشكل واضح. قلت له طبعا هذا الكلام مرفوض، ومعلش جيب لي توجيهات صريحة تأخذ اللي تريد، غيرها ما عنديش أي شيء آخر. حاولت قطع لي يعني قطع علي طريقي وفي طريق عودتي للبيت في الشارع، يعني في الشارع. تعرض لي هذا في 2011 شخصيا، هو شخصيا هو كان معه أخوه ومجموعة شباب يعني ما من الجوف. فطبعا نزل أخوه يحاول يهدي الموضوع ويحاول يتوجه له، قلت له أبدا. رجعت على البيت. طبعا حسب التقاليد اليمنية والعرف اليمني أنه قطع الطريق بالذات على مرأة هذا يعني يعتبر شيء مخالف للعرف والقوانين. فوصلت هنا بلغت أهلي. طبعا دخل الموضوع في شكل قبلي أجو أهلي وكذا، فالموضوع حل بعدين، هم أهله وقبيلته جو واعتذروا. هذا في 2011. قام المدعو أحمد أبو هدرة تروي دكتورة غادة باختطاف مدير برنامج الصحة الذي اتصل بها وأعطاها أمرا بصرف ثلاجات جديدة لمشرف برنامج التحصين في الجوف، ونفذت هي بناء على هذه الأوامر دون معرفتها بأنه مختطف. سلمت الثلاجات، أخذوها باعوها مباشرة واستلموا حقها، وظلوا فترة من الزمن يمكن لغاية ما خلصت الفلوس. وجالي بعدها عندكم إثباتات على كونهم باعوا؟ لم تصل لمحافظة الجوف أي ثلاجة. واحد اثنين أنه تم تحميلها مباشرة إلى سيارة غير سيارات الخاصة بالتحصين. بعد ذلك طبعا فترة في نهاية 2012 كان جاب لي ورقة من المحافظة موجهة إلى وكيل الوزارة، طبعا كانت مزورة لأنه لا يوجد لا رقم ولا تاريخ مسجل ولا مقيدة. وبعدها كان توجيه وكيل الوزارة فيها مزور لأنه لم يكن نفس الخط المعتاد عليه ولا التوقيع. فظل جالي للمكتب
فأعطاني الورقة بطلب ثلاجات وحوافظ وأشياء أخرى. فطلبت منه أن أخذت الورقة فشوف التوجيه مختلف. فقلت له هذا ليس توجيه وكيل الوزارة. قال أنت تتهمين بالتزوير أنت. قلت له معلش يعني اعتبرني أنا إنسانة جاهلة، هذا توجيه سابق وهذا توجيه اللي معك، الفرق واضح. وحتى نقطع الشك باليقين نتواصل مع مدير مع وكيل الوزارة ونسأله. فأول ما رفعت سماعة التلفون أحاول أتواصل مع الوكيل، أخذ طبعا الورقة وفر. فراح بلغت أنا طبعا الوكيل وكذا، قالوا لي كلهم بعدين عرفوا أنه في ورقة مزورة وبلغوا عنها بالكامل. هل الحادثة لما صارت أخذ الورقة وفر كان في معك شهود في المكتب أو في المكتب؟ كانوا عندي موجودين في المكتب والورقة معهم، أنا بلغت عنها، عندي كان نسخة من هذه الورقة. بعدها في يومين للأسف خطف مرة أخرى مديري المباشر، مدير برنامج، مدير عام صحة الأسرة. فالمدير اتصل بي وهو مخطوف، يقول لي اصرفي ثلاجات لأصحاب الجوف وكذا، وحيجوا لي كلام بتوجيه مش الموضوع. قلت له طب يا دكتور انت عارف انه الوكيل اعطانا توجيهات ما نصرف. قال انا اتفقت انا والوكيل. قلت له طب، فتحت معه موضوع ثاني مهم، فشفته مرتبك. فانا قلقت، قلت يعني الموضوع فيه انه اتصلت على طول لوكيل الوزارة، هل انت اتفقت مع الدكتور علي على شيء؟ قال ابدا. قلت له اذا اسمح لي، الدكتور علي شكله مخطوف للمرة الثانية لان الموضوع حصل كذا وكذا. طبعا وصل احمد وهدرة يعني اخوه وجابوا الورقة، فشوف توجيهات الدكتور علي، لكن من غبائهم انها كانت في نفس الورقة المزورة. فقال لي هذه التوجيهات. قلت له صح هذه توجيهات لكن موجه في ورقة مزورة مبلغ عنها، وانا مبلغة انها مزورة ما اقدر امشيها، فانا اسفة مش همشيها. قال انت هذا تعنت، انا هنتقم، انا هاخذ حقي منك بالكامل، انا وبدأ يهدد. قلت له انا ما اخاف الا من اللي خلقني، طردت من المكتب. بعدها بدأت التمسلسلات، بدأ تقطع الوكيل الوزارة، تقطع له واخذ سيارته ونهبها. بعدها تقطع المدير عام صحة الأسرة ونهبت سيارته، وبدأت التهديدات بالنسبة لي. طبعا تهديدات من أي نوع؟ هاتفية، كان يعمل لي رسائل والأهلي، أنا يعني يقول لأبي أنت ما عرفت مثلا تربي بنتك، إحنا حناخذ حقنا، ويقول لي أنا حاخذ حقي منك، أنا حبكيكي دم، أنا يعني كلام. طبعا أنا أخذتها من باب التهديد. إلى يوم الحادث كان عندي دورة تدريبية في البرنامج اللي هو مستوى الجمهورية المحافظات، فتأخرت إلى الساعة 3:15 تقريبا. طلبت من السائق أن يذهب لإحضار ابنتي من المدرسة يعني يعيدها إلى البيت. قلت له خلاص أنا همشي يعني ما فيش داعي ترجع، ما فيش وقت. فطلعت بعد انتهاء الدورة، وأنا ماشية في الطريق كان المدعو تقريبا منتظرني بسيارة مع جماعته، فقطع علي الخط. أنا لحظتها يعني شفتي ما تكوني في العاصمة وامرأة، يعني ما توقعت أبدا أنه تقطع، قلت يمكن حادث. ونزلوا المسلحين، كانوا 4 وهو الخامس بكامل سلاحهم، معهم السلاح فنزلوا. فتفاجأت طبعا، فقلت يمكن أنه متهاوش عشان السيارات وما السيارات. فجأة أشوف واحد فتح الباب اليمين اللي جنبي وجه لي السلاح، وهو دخل من باب الشمال من الباب اللي جنب السائق لأنه أنا كنت أسوق السائرة. فتح أخذ المفاتيح وبدأ يصيح انزلي، ويتلفظ بألفاظ يعني مش كويسة، انزلي انزلي يا يعني كلام بذيء. فقلت له عرفته على طول، يعني الباقين كانوا مبثمين ما عرفتهم، بس هو عرفته مباشرة. فقلت له ما حنزل، تريد السيارة خذها، باخذ حاجاتي الخاصة وانزل. قال ابدا تنزلي بدون شيء. في وسط صنعاء؟ في وسط صنعاء، لا تحرك احد. طبعا الناس كانوا، في ناس التموا لانه يعني كان قريب البرنامج. فطبعا الناس خايفين لانه الاربعة اللي في الخارج مسلحين موجهين لهم السلاح، وهو يصيح من داخل السيارة اي حد يتحرك يطلقوا عليه النار. فقلت له مش هنزل، شيل سيارة، هذه سيارة الدولة يعني
لكن حاجاتي الخاصة ما حسمح فيها، خصوصا أنه فيها أشياء خاصة ما أحب أنه يبتز فيما بعد. فهو جن جنونه، لا انزلي. فما رضيت تنزل، بدأ يحاول يدهفني، يعني يزقني كذا يدفعني. فبلا شعور تعرف يعني دفعته وسقط يعني من الجهة الثانية كذا، كانت ترتاح. فأصدقائه بدأوا يضحكون، فجن جنونه. كان معه عصا تبعت مكافحة الشغف قوية، فبدأ يضربني ضربة في رأسي. فبعدين كان يضرب وأنا أحاول أدافع عن نفسي بذراعي كذا، يعني لأنه كنت أشوف موجهة لليمين، هو أنا مع السكان ما قادرة أتحرك. فكنت أدافع على نفسي كذا في الوجه، ضربة في كتفي في رأسي في الرداء. فكنت مش حاسة بأي ألم، بس مصممة. قلت له أنا مش خايفة منك، لو حتعمل معتمد ما حنزل لك حاجاتي، ما خايفة منك. قلتي له هالشي وأنت تتعرضي للضرب؟ بعدها أخذ الخنجر جنبي، إحنا نسميها الخنجر، وحاول يعني كتهديد كذا يطعني. فجت الطعنة في المنطقة هذه في الكتف، فأنا من الله كذا سويت، فكانت سطحية ما دخلت بشكل كبير. فكانوا وصلوا في هذا الوقت زملائي لي يعني خارجين من البرنامج، وصلت سيارة من تبع محافظة، نزلوا يحاولوا يساعدوني، تعرضوا لهم بالسلاح. كنت أسمعهم يصيحوا دكتورة انزلي، دكتورة لا هذا مجنون، هذا يصيح. هو حس إنه الناس بدأوا يجوا والزون يعني السيارات هتبدأ تتحرك، فكان يصيح بقوة. فكنت أشوف الرعب في عينه، بجد كنت أشوفه مرعوب، وفي نفس الوقت لا قادر يتراجع يمكن، ولا مش عارفة. فقال لي أوكي شلي حاجاتك، خذي حاجاتك كلها وانزلي. أخذت اللابتوب، أخذت أوراقي، أخذت شنطتي، سقط علي هاتفي بدو يعني من السيارة، وأخذت الحاجات ونزلت. طبعا أول ما نزلت هو زي المجنون أخذ السيارة، حتى صدم فيها يعني في تقاطع الماء الطريق، وهرب مباشرة. طبعا تم اتخاذ الإجراءات وبلغنا ورحنا قسم الشرطة وعملنا البلاغات وكل شيء. وقتها أنا لحد اللحظة مش حاسة بأي ألم. فكان لابسين لابسة عباية تيجي كمها مضغوط من هنا، فيقولوا لي انت بخير انت كويسة؟ زملائي كلهم طبعا اللي وصلوا، قلت لهم الحمد لله انا كويسة ما فيش حاجة. فزميلي بيقول لي كيف، شوفي يديك كيف، يديك دي كده متورمة. بديت احس فيها كده، سبحان الله الاطباء يقولوا لي انه ضغط الكم هذا كان له عامل مساعد. انه رحنا على القسم عملنا البلاغ، ورحت على المستشفى طبعا عمل الجنبيه، ما كان في دم، ما في يعني اثر جرح؟ كان في دم بس يعني كان سطحيه، كان بس مو لدرجه انه ممكن. فانا رحت على المستشفى عملوا لي الجبس. اصاب احمد ابو هدرة نفسه بالعيب الاسود، نبذته قبيلته بكيل وسارعت بكل مشائحها للاعتذار من قبيلة مدحج التي تنتمي إليها الدكتورة غادة الهبوب. وكونه متوار عن الأنظار لم نستطع الوصول إليه والحديث معه. كانت تعتبر أول واقعة في تاريخنا اليمني أنه مرأة تتعرض أولا قطع الطريق واعتداء عليها بالضرب والطعن. هذا من الكبائر في العرف القبلي أصلاً. هذا يسموه عندنا العيب الأسود. فطبعاً هذا الشيء ثار الرأي العام بكل أطيافه ومجتمعاته السياسي والقبلي والشعبي. فكان يعني تفاعل الرأي العام وثورته بشكل كبير، وجميع المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والمنظمات حتى الدولية يعني استنكرت هذا الشيء، من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. فثار الرأي العام بشكل عام، ممكن تكونوا حتى اطلعتي على في صفحات الفيسبوك في الأخبار في الصحف. فكان الهدف الوحيد من هذا الموضوع وهذه الثورة إن احنا لا نريد تشريع الاعتداء على المرأة في وقت عرافنا تقاليدنا تعتبره جريمة سوداء. فكان الضغط على كل السلطات في البلاد لإيقاف هذا الشيء ومنعه كان لها دور كبير. لا أنكر أني كان يمكن أكثر شيء دعمني في هذا الموضوع ورفع من معنوياتي ونفسيا، كنت
يعني في أفضل حال، إنه شفت تضامن الجميع، زملائي في العمل في المحافظات، الرأي العام، المنظمات، ناس ما أعرفهمش تعرفت عليهم في وقت المشكلة. دكتورة غادة كانت تمارس حقها الطبيعي في إصدار القوانين وتطبيقها على مستوى برنامج التحصين الموسع، ولم يكن هناك أي تعدي على حق أي إنسان سواء على مستوى البرنامج أو على مستوى مشرفي التحصين في المحافظات. ولكن كونها أصرت إلا أن يطبق قانون القوانين السائدة والمتعارف بها قوبلت بهذا التهجم. شاهدنا قضية الدكتورة غادة شوقي الهبوب وسمعنا فيها، هذه القضية لا تمت لأعرافنا في بلادنا كأخلاق كشعب يمني، كأعراف في أعراف القبائل في أخلاق اليمنيين، لا تمت لأي صلة من الأخلاق، أو ما قد سمعنا فيها إطلاقا، ما قد حصلتش إن في شخص يتعدى على حرمة بأي نوع من الأنواع. طبعا كان الاستنكار القبلي اللي كان حصل واللي استنكرت له كل القبائل وتحبوا يتبروا، لأنه عمل فرد لا يعني أنه هذا يمثل قبيلة، هذا مثلته قبيلته اللي قبيلة بكيل في دخولها بكل مشايخهم من كل قراهم ومحافظاتهم للوصول للاعتذار إلى قبيلتنا، بمعنى أن هذا الشيء يعني أنه نحن غير موافقين على تصرف هذا الشخص ونستنكره وضده. طبعا دخلت القبيلة في حشد كبير جدا، واعتبر الأول في البلاد في هذا بهذا الحجم، ووصلوا واعتذروا ونبذوا الشخص هذا وأهدروا دمه لأنه ليس منا ولا موافقين على، ووضعوا تشريع جديد كان المهم في جميع يعني قبائل اليمنية، أن الذي يتعرض أو يعتدي على مرأة يعتبر منبوذ مهدور دمه، حتى لا تتشرع هذا الشيء وتباح الاعتداء على أخت لي أو زميلة أو مواطنة يمنية. هذا التشريع فقط بين القبائل أو حتى صار بالقانون الدولة؟ هو أقول لك القانون اليمني أصلا جزء منه ما هم قبائل اللي موجودين، وإحنا نعتبر قبائل يمنية، فكان للدور هذا الضغط حتى على السلطات بالكامل أنه لا يشرعوا. وأقول لك تفاعل حتى الحكومة اليمنية كان له دور كبير، والدليل استقبال رئيس الجمهورية لمشايخنا وناسنا عند زيارته وعمل توجيهات مباشرة بالقبض عليه وعلى أعوانه. هل تم القبض عليه؟ لم يتم القبض عليه الآن لأنه غير متناول، مش في متناول اليد. هل تم القبض عليه؟ لم يتم القبض عليه الآن لأنه غير متناول، مش في متناول اليد. شخص يصبح بلا قبيلة، لا حماية له، لا ظهر، لا شخص يحميه في أي موقف أو يدعمه، هذا في العرف القبلي يعتبر أكبر عقاب، لأنه الآن يعتبر منبوذ في قبيلته، لا أحد يجلس معه، لا أحد يعني يعتبر كأنه عايش وحده فيه، فهذا يعتبر في حد ذاته عقوبة كبيرة له. طيب دكتورة غادة، بتشعري أنه بعد ما تم هذا يعني الإقرار هذا القانون في العرف القبلي وما حصل له، هل بتعتبري أنك أخذتي حقك؟ حقي كحق مجتمع، كحق يعني حرصا على سلامة أو عدم تكرار ما حدث لي، وجود أهلي بجانبي وتضامن زملائي قد يكون سبب قوي في أنه كنت قوية وواجهت الموقف بدون أي تأثيرات مستقبلية. غيري قد لا تقدر أن تواجه هذا الشيء، ويصبح تخوف كل مرأة في أن تمارس عملها بمصداقية. أنا لا أعرف هذا الشخص، وليس بيني بينه أي عداء شخصي، كل ما بيننا هو أني حاولت أحافظ على المال العام ولا أسمح بسرقته وابتزاز الدولة والمحافظة على ممتلكاتها في صرفها في
الأماكن المناسبة واستخدامها. فإن حصل وتكرر هذا الشيء مع مواطن المرأة العربية الموظفة في اليمن، فهنا سوف يعتبر كأنه بعدين أي مرأة تخاف أن تحافظ أو تشتغل بقوة أو تأخذ قرار قوي، لأنه فيما بعد حتقول سوف يحصل لي كما حصل للدكتورة غادة. أنا ما أتمنى أن تكون يعني أن رسالة للمرأة اليمنية الموظفة بأنه نحن نساء قوية، نحن سليلات ملكة عروة ملكة بلقيس في اليمن، لدينا قوة كبيرة، لن يوقفنا شخص متهور وغبي. دعم والدي كان وقوفهم بجانبي بشكل كبير، قلت لك الأسرة كامل القبيلة كامل، يعني كنت أتلقى تلفونات واتصالات هاتفية تقول لي دكتورة نحن معك. كان شعار لما أشوف في الفيسبوك كلنا الدكتورة غادة الهبوب كان يحسسني بقوة. كلنا الدكتورة غادة الهبوب قالت اليمن، وصحيح أن القضية ما زالت مستمرة في المحكمة ولم يقبض على أحمد أبو هدرة بعد، فإن ثبات الدكتورة غادة وتضامن أهلها وزملائها والشعب معها هو معيار كسبها ونجاحها.